ده جمهور الاهلي اللي لازم يكون باستمرار هو الواجهه المشرفه للنادي الاهلي انتم متخيلين ان حتى في ظل الوسائط الاعلاميه الحديثه وكل الاعلام الالكتروني ان الاقي شعبيه النادي الاهلي وده دور الجمهور لما توصل تكون رقم واحد عبر قناه اليوتيوب الرسميه للنادي لا عليك مسؤوليه كبيره لما النادي الاهلي اليوتيوب يطلعه في شهر سبعه قبل برشلونه يعني احنا في الاعلى تتويجا بعد ريال مدريد في الاكثر مشاهده ومتابعه في العالم عبر اليوتيوب القناه الرسميه للنادي الاهلي رقم واحد قبل برشلونه الاهلي عنده 16 و من مليون متابع وبرشلونه عنده 13 و من عشرة وفلامينجو عنده 10 و من عشرة طيب وجلات صريه عنده تسعة وثمانية من عشرة وتشيلسي عنده ثمانية وتسعة من عشرة إذا الأهلي الأعلى مشاهدة ومتابعة عبر قناة اليوتيوب الرسمية للنادي في العالم دي مسؤولية كبيرة على الجمهور اتفضل شوف أستاذ إبراهيم هو الأعلى مشاهدة معناها إيه؟ الأكثر متابعة من الجماهير أه طبعا ولا يمكن أن تكون الأكثر متابعة من الجماهير إلا إذا كنت الأكثر جماهيرية أه ها؟ انا بتكلم على مستوى عالمي طبعا ما هو جمهورك اكثر حماسا آه. ودي مثل هذه الارقام محتاج انت تتكلم مين شعبيته ومين مش شعبيته ولهذا الدخول في هذه المساحه من الجدل لازم تهدى بقى احنا من ناحيتنا كل المطلوب منك ذكر الحقائق ودع من يقول وان يريد ان يتصور امرا غير الحقيقه وحر هو ده لما توصل لهذه المكانه عالميا يبقى عليك مسؤوليه كبيره بالظبط كده ازاي تكون واجهه رياضيه مشرفه للنادي الاهلي اللي وصل لهذه القيمه الرياضيه اللي لو فتحنا المجال للفيديوهات في شهادات عالميه كبيره جدا على الاهلي وقيمته عالميا هتفخروا اكتر بقيمه النادي الاهلي بس هتتحملوا مسؤوليه اكتر هذا النادي لم يصل الى هذه القيمه وهذه المكانه وهذا التاثير حتى في محيطه الا بقيمه وباحترامه لكل الناس اللي بيتعامل معاهم وكل منافسيه واولها القيم الرياضيه اللي تاسس عليها النادي الاهلي واعتقد المواقف كتيره جدا اللي بنشرحها لكم في كل مناسبه الاهلي دايما وابدا حريص على مبادئه وتقاليده وقيم الرياضه قيم الرياضه دي اللي اعلت مكانه النادي الاهلي قيم الرياضه اللي حافظت للنادي الاهلي على هذا النموذج الرياضي المنضبط جدا الاهلي لو ما كانش عنده هذا النموذج الرياضي المنضبط قوي عبر التاريخ ما كانش وصل للأرقام اللي انتوا بتشوفوها ولا كان وصل للتأثير بين الجماهير بهذا الكم